السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في نشرتنا لهذا اليوم نقدمها لكم من قناة رشاد وتتابعونا فيها. استمرار الاضطراب الأمني جراء الحرب الفرنسية على مالي. كما تتابعون، الجزائر تتحول ساحة للعمليات العسكرية الأمريكية فيما أصبح يعرف بالقتل المستهدف. وتشاهدون، النظام الجزائري يشن حملة واسعة وعنيفة لقمع احتجاجات الأغواط. وفي الأخير، نظار ومديرو قطاع التربية يلتحقون بدورهم بحراك الاحتجاجات الاجتماعية. إلى التفاصيل. لا زالت حالة الاضطراب الأمني والتدهور الإنساني تعم منطقة الساحل، وذلك وسط استمرار المواجهات بين الجماعات المسلحة والقوات الفرنسية المالية، حيث نفذ مسلحون أمس هجوماً ضد عناصر من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد باستعمال سيارتين مفخختين، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص من بينهم منفذا العملية حسب تصريح آغ صالح القيادي في حركة تحرير الأزواد. كما تبنت من جهتها حركة التوحيد والجهاد في مدينة كيدال تفجير سيارة مفخخة قرب معسكر لقوات مشتركة فرنسية وتشادية. وتأتي هذه الأحداث لتبين خطورة الوضع في منطقة الساحل الذي أصبحت الحرب فيها ممتدة لأمد غير معلوم. في إجراء خطير، وضعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قائمة سوداء بأسماء من وصفتهم بالجهاديين المعنيين بالتصفية في الجزائر. كما أعلنت نفس الوزارة أن عمليات التصفية ستقوم بها طائرات من دون طيار، الأمر الذي يهدد أمن الجزائر بشكل صريح. وما يزيد الأمر خطورة هو التصريح الذي يعتبر الأول من نوعه الذي أدلى به السيناتور الأمريكي ليندزي جراهام، الذي أكد أن 4700 شخصا منهم المدنيون قتلوا بسلاح الطائرة من دون طيار، الأمر الذي جعل هذا السلاح محل انتقاد واسع من طرف عدة جمعيات حقوقية. تدخلت قوات قمع الشغب وباستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي في ولاية الأغواط لتفريق احتجاجات نظمها شباب المجتمع المدني لمساندة البطالين الذين اعتقلهم النظام. وصرح السيد ياسين زايد رئيس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمصادر صحفية أن 6 مناضلين سلميين من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين هم رهن الاعتقال، فيما ينتظر 13 آخرون متابعتهم قضائيا بتهمة التجمهر بعد احتجاجهم أمام الوكالة الوطنية للتشغيل. كما وجه السيد ياسين زايد أصابع الاتهام إلى كل من والي الأغواط ورئيس الأمن بها، متهما إياهما بخنق احتجاجات سلمية وشن حرب ضد المجتمع المدني حسب تعبيره. صعدت اللجنة الوطنية لمديري الثانويات والنظار من احتجاجاتها، حيث أعلنت عن قيامها باعتصام أمام وزارة التربية، وذلك يوم 26 فبراير الحالي. ويهدف الاعتصام إلى عرض مديري الثانويات والنظار انشغالاتهم أمام وزير التربية للنظر فيها، وذلك بعد تماطله في ذلك. وفي قطاع التربية دائما قرر الأساتذة المنضوون تحت نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني سنابست الالتحاق بالإضراب الذي سيعم كامل ولايات الجنوب، والذي سيبدأ يوم الاثنين المقبل ويمتد ل3 أيام، على أن تتبعه وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات. يهدف هذا التصعيد للضغط على السلطات العمومية قصد دفعها لمراجعة النظام التعويضي. وفي الأخير، نذكر بمرور 228 يوما على عملية اختطاف المدون الشاب صابر سعيدي من أمام منزله على أيدي عناصر من المخابرات الجزائرية، ثم حبسه بسجن الحراش وبقاؤه فيه من دون محاكمة إلى يومنا هذا. كما نلفت عناية مشاهدينا الكرام أنه يمكن لهم التواصل معنا على العنوانين التاليين: الإيميل info@rashad.tv، بالإضافة إلى صفحة النشرة على الفيسبوك، أين نستقبل اقتراحاتكم الجادة ومشاركتكم الفعالة ودعمكم الحيوي. كما يمكنكم إرسال مختلف الصور والفيديوهات عن الأحداث من حولكم. إلى هنا ينتهي موعد اليوم معكم، أترككم في رعاية وأمان الله.